حياكم بالزبدة بلاس اكسايت الغانم، معكم خالد، واليوم راح نشوف الأضواء الذكية من لايف ليف اكس. الأضواء هذه تركبها مكان الأضواء العادية، تتوصل عن طريق الوايرلس، تقدر تتحكم فيهم عن طريق التليفون وتغير ألوانهم. أول شيء نشوف هني مكتوب The light bulb reinvented. This is a big statement صراحة. ونشوف هني حاطي لك الابليكيشن وحاطي لك الإضاءة هني، وفي حاطي لك إضاءة ألوان أخرى في الغرفة. الليتات من لايف اكس. حلو الانبوكسنج. طبعا هذا الليت العادي E27، مثل ما تشوف هني معطينا A بلس حق الكهرباء. تنزل الابلكيشن بالايفون او الاندرويد. وين تليفوني ما قمت اشوف شيء. ابطل الابلكيشن اسمه لايف اكس واسوي اد حق اللايت كونكت لايتس. هذا لازم تسويهم سيت اب واحد واحد. الحين الحلو في الاضاءه هذه انه مكتوب عليها 100 الى 240 فولت. اوكي، في شغله شفتها انه التليفون اللي بايدي هو ال جي 6، لان الايفون 7 كان عندي مشكله في الكونكشن مع الواي فاي. ما ادري ليش شفت ان الكونكشن عن طريق الاندرويد وايد اسهل. فالاندرويد فاند انت فزتوا في هاي المباراة هذه. بيضة عندكم يمكن في الشاشة، لان عندي انا الكاميرا سيت اب على الاستوديو اللي عندي، فراح اخفض على الكاميرا علشان تشوفون الليتات افضل. اوكي، طفيت كل الليتات، وللحين اشوف انه بالكاميرا مو مبينة جودة هالليتات هذيلا وايد مثل هما بالطبيعة. فالليتات جدا استخدامهم سهل، تقدر تحطهم جروبات، غرفة الأولى غرفة الثانية، وتقدر تحطهم كل واحدة بروح. اللي فهمت أنا تقدر تستخدمها مع الجوجل هوم أيضا، لكن هذا راح أخليه حق حلقة أخرى. في ثيمات تقدر تحط فوكس، يعني إن أنا جاي بدرس كذي أنا جوي ريلاكس، تقدر تحطه بيسفول، تقدر تحطه سبورتس، هالوين مثلا، دريم، تقدر تسويها راندوم يعني ظاهر يتغير الألوان، تقدر تسويها باستيل تعطيك ألوان معينة. في ميوزك فيجوالايزر ابيض حق الغرف، تقدرون تستخدمهم كليتات غرف عاديه في البيت. طبعا تقدر تستخدمهم مع امازون اليكسا، جوجل هوم. استخداماتهم وايد حلوه، والابلكيشن وايد سهل استخدامه. شفت انه تقدر تغير الوان بطريقه جدا سهله، وشفت ان الاندرويد كان الكولكشن فيه اسرع من الايفون من طريقه الواي فاي. ف لايف اكس ليتات اعطوني اياهم اكسايت، جربناهم هني معاكم بالزبده، جبارة الصراحة، وايد عجبوني. راح اشتري منهم زيادة، راح احط فيهم كل مكان شكلي في البيت، راح اسوي البيت كله لايف اكس. اذا عجبكم هذا الفيديو سووا لايك، اذا ما عجبكم سووا ديسلايك عادي، سووا سبسكرايب وايد مهم على اليوتيوب، واذا انتم على الانستغرام سووا فولو. وحياكم بالزبدة لايف اكس.